نعم. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ربنا طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صبرنا على طاعتك. اللهم صبرنا على طاعتك وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين. اللهم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نعوذ بك من شر الماكرين ونعوذ بك من شر حاسد إذا حسد ومن كيد المنافقين ومن كيد المنافقين. اللهم من أرادنا بسوء فرد كيده في نحوره. اللهم من أرادنا بسوء فرد كيده في نحوره. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين. ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لعبدك شق توفيق. اللهم اغفر لعبدك شق توفيق. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله وأكرم نزله ووسع مدخله ووسع مدخله ووسع مدخله. اللهم ربنا إنا نسألك أن تجب لنا دعاءنا. ربنا تقبل منا دعاءنا. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أفدنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن عقل ديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وآتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثق ميزاننا بالحسنات اللهم اشف مرضينا وارحم موتنا اللهم اشف مرضينا وارحم موتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا اللهم اتق رقابنا من النار اللهم اتق رقابنا من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اجعل شهر رمضان شاهدا لنا ونورا لنا وجميلنا إلى الجنة ودليلنا إلى الخيرات اللهم ربنا ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكمة وبالقاء خيرا وبالدال دنوة وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفة وبالسين سعادة وبالشين شفاعة وبالصاد سلقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارا وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالغين جناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكيف كفاية وباللام لطفا وبالنون نورا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بالإجابة فهنا نقدعناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا مجيب الدعوات اللهم انصر عبدك بشير يندو اللهم احفظ بشير يندو من قيد الماكرين واحفظه من همزات الشياطين اللهم احفظه من همزات الشياطين واحفظه من شر المنافقين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين